مشاهدينا واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامجنا برنامج الملايين اربح مع زاكروس. اليوم راح تكون حلقه خفيفه لطيفه ويا اسئلتنا الحلوه وعوائدنا الحلوه. خليكم وياي. مشاهدينا وحاليا احنا بعدنا نتجول داخل المول ويا عوائلنا الحلوين، وخلينا هسه نتعرف بالشباب. مرحبا. مرحبا. شنو اسم حضرتك؟ علي. عاشت الاسامي حضرتك. وسام. ايش قد مواليدك؟ 2002. انت صغير وانت؟ هم 2002. ها ما انت متزوج؟ اي جايني طفل عن قريب. قول والله. اي والله. شو وقت امتى الكلام؟ اوجه سلام لمرتي من هسه. الله يخليكم لبعض. هاي شو مسوي لنا مشكله؟ لا يابي، هاي شو كنت لحقت تسوي كل هاي؟ والله قبل 3 اشهر. اه ما شاء الله، بس مو بعدك صغير؟ لا والله ها هي كبرنا. اي كبرنا. وانت خاطب متجوز؟ عنده شيء اذا واحد مستقر. لا هو اهم شيء انه تكون وياها انت متفاهمين. اي شيء اكيد، هاي شيء منتهين منه. عن حب؟ اي شيء اكيد. اوه الله يخليكم لبعض. ان شاء الله تقوم بالسلامه يا رب. شوف النونو يعني حلقة من الحلقات. شوفك انت يا النونو. هاي اجيبها عود اللي هنا. ان شاء الله. حضرتك؟ لا والله ما اعرف. الحمد لله. شو ما مرتبط اصلا؟ لا. متأكد؟ لا والله. احلى. لا والله. تمام. يا برج انت؟ برج الميزان. انت؟ الدلو. اه تمام. هو الميزان هيك دائما يصيرون عجولين. بس يلا. مستعجلين احنا. بس يلا معلش. الله يتممكم على خير ان شاء الله. اريد اسالكم قبل لا اسالكم السؤال، شنو هواياتكم؟ شنو تحبون؟ شنو مواهبكم؟ انا هوايتي يعني اشتغل بمستلزمات طبيه. هذا يعني هو هاي شغل اخوي. اي يعني متفرغ لهذا الشيء بس. اي يعني شيء اكيد احب. اي احب هذا الشيء. فمتخذك هوايه. التجاره. وانت؟ التصميم وكمال الاجسام، تمارين. ها تتمارن. هواية. اي. تمام. يعني ماكو لا ادب لا شعر. لا لا لا. زين اي شيء حتى لو خفت دم تعطوني نكته اي حاجه. لا والله. دازي له شعر وحاير شي يجاوبهم. انه بيقضى شعر. زين فد موقف صار وياكم قبل بالمول او خارج المول او انت عند تخطب مثلا؟ والله انا اكثر موقف صار وياي اخذت نسيبي وياي يم بيتهم بمغرب. زين. صعدت وياي بالست وتشيتنا من الجزره. لي جوا بالست اصلا حير شي احكي وياهم. هذا اقوى موقف. وانت ما صار وياك موقف؟ لا ماكو مواقف اقدر احكي. ما اقدر احكي. ها اوكي. لا ها سيء جدا. تمام. شيء بنسويها. راح اسالكم سؤال، فكره البرنامج اسالكم سؤال تجاوبون عليه تدخلون وياي قرعه. القرعه 10 مليون. اذا طلعت لكم 10 مليون حتتقاسموها؟ اعطيها صاحبي حتى يتزوج. اه اصيل والله. هو هذا هذا الصديق الزين. انتوا اصدقاء صار لكم كم سنه؟ ايه صار لنا بال 6 سنين 7. اوه يلا يخليكم بعض. شلون تعرفتوا ببعض؟ عن طريق صديق اخر. صديق اخر. ها انتوا كنسلتوا صديق الاخر وصرتوا انتوا اصدقاء. هاي الحركه. بس هذاك صديقنا الاخر معتمد على اهله. نقول لهم شيخ خلينا نطلع اليوم ما قبل يطلع. شو تسوي له؟ هاي مشكلته. صرتوا انتوا اصدقاء وخطيه. اني اسفه صديق الاخر. انت كنت الطرف الثالث يعني. اسمه ياسين. ياسين على راسي. تمام. هسه راح اسالكم السؤال. السؤال يقول انه شنو الرئه؟ هي الرئه اكو يمنى ويسرى، فشنو الاكبر حجما اليمنى لو اليسرى؟ نيات نفس الشيء. لا هو لو اليمنى لو اليسرى. اليسرى قاريها لو هيك حتى تتقد تنقط منه. لا لا شو لان اليسرى من ناحيه القلب فما معقول يصير كبيره قلب وكبد ورئه. والله انت منطقي صح لو غلط. انت شنو؟ على الحظ جاوبت صراحه. انت على الحظ؟ أيوة. ما عندك حظ، انت صح. صحيح. بس حد تدخلون القرعة يا اثنين اسكم. تفضل. تفضل. ان شاء الله اشوفكم مرة ثانية، تشرفت بيكم. خليكم ويانا، طبعا بعدنا مستمرين داخل المول، شوف عائلة أخرى. بعدنا مستمرين وياكم، خلونا نتعرف على الأخ النانا. مرحبا. أهلا وسهلا. شو اسم حضرتك؟ علي. يا موالد حيدر. علي ولا اسامة حيدر. علي؟ علي ايه. عاشت الأسامة علي. آسف. هذا يا موالد. 98. اه قدي.
صغير انت. وليد البارحه. مو؟ بس يعني احنا اللحيه كبرنا بسرعه. كبرنا بسرعه، بس هي اللحيه لا تقرش، حتى الالفينات صارت اتقل من لحالها. لا حرفيا يعني 2002 و2000 و2005 صاروا شبه. 2001 تلقين شوارب اتقل من لحيته. تمام. انت شنو تشتغل هنا داخل المول؟ لا خطار عليكم اليوم. خطار علي منين؟ ميسان العمارة. على راسي طبعا، تحياتنا لكل اهل ميسان. الله يعزك ونورتنا والله. ربي يحفظك نوركم ان شاء الله. شنو عندك ببغداد؟ هيك تسيارة سريعة. تسيارة سريعة. حلو. لقاء سريع يعني بين قوسين. ها لقاء سريع. اوكي ديت. مثل ما تقولين يعني. ديت. اي عادي نقدر نقول هيك. تحياتنا صحبة الديت. لا شهرنا. يا جماعة سر بير يعني. اي سر بير بس القناة. تمام هاي بس بالقناة. حل شنو؟ خل اقول لك. حليلي. وهم ححلك لا تخاف ما يخالف. تمام. اقول لك فكره البرنامج. احنا عندنا قرعه. تمام. 10 مليون. تجاوبنا على السؤال وتدخل القرعه وبعد انت وحظك. تعب ورج. انا الحمد. ها. حظنا قاعد كلش للاخير. معروفه. معلش. يلا. قبل لا اسالك سؤال، ايش عندك موهبه؟ ايش عندك هوايه؟ انا بالنسبه لي يعني غير انه تطلع ديتات وتعبر محافظات وخصوصا الاتفاق انه ما شهرين اشتهرنا. اصعد جيل عبر النهر. لا مو هيك يعني، بس مجرد احفظ اشعار او شيء او اكتب يعني شعر؟ اي حلو سمعنا شيء بس مو لي يعني، الاشخاص احفظه يعني. اوكي يلا. شاعر عندنا بالعماره استاذ سلام الدراجه تحياتي له، شو يقول؟ اكيد يقول كان اخر زعل ما بينك وبيني، حلم متحقق ونزل دمع عيني، عفتني وكنت ما حاسب تخون، عشرة حب عمر يجري بشر. الله الله. هاي الاستاذ سلام طبعا فخر. عاش لسانه صح لسانه وانت القائم. الله يعزك. يعني اذا شد حيلك انت بها مجال تكتب؟ يجوز انت مرور الوقت كتابات يعني وليس شعر. يعني اشياء بسيطة. بسيطة نقدر, نقدر نقول حسب المواقف اللي تصير. بس انت اذا نميت موهبتك شغلت عليها ترى تقدر. اي طبعا شيء. ما طول انت ببالك هذا الشيء. ما دام عندك ارادة. اي اذا تشتغل عليها يعني. صح. اتمنى على كل موفقة يا رب. انت وطلعت وياها ديت يا عدل بي. ترى هالشهرين كانوا هيك. كانوا متوقعين ترى هيك. لا هي خلصنا. ان شاء الله. حسألك السؤال هسه حتى تجاوبني عليه. السؤال يقول انه كم عام استمرت الحرب العالمية الأولى؟ كم سنة استمرت الحرب العالمية يعني؟ الأولى؟ أي أنطيك خيارات؟ وأنت من يمك أريد الجواب. 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات. كلك خير الأمور أوسطها. إيش قلت؟ 4 سنوات. بعدني قبل لا أقول لك. لا ما يحتاج ما يحتاج. والله ذكي. ذكي وهاي وحبوب. يجي محافظات. لا لا محافظات اقول فيش لحيت موت وصار ملل. هذا طبعا الاجابه صحيحه. لا لا ليش هجمان بيت؟ بالعكس يا جماعه. اي ما عدبت صدقت هذا الحب هو هذا هي هيجي والله نفتخر بالضبط. شاشين يعني شفت خايفين شنو؟ هاي احبني بالعلن انا لست خطأ. هي هاي بالضبط. هي عادي مبروك هذا الكارت وان شاء الله تفوز تاخذ 10 ملايين. هيك انا اخذ 10 ملايين وشنو؟ اديت هالمره وين؟ شهر عسل التركي. يا ستار يا حبار. امين امين ان شاء الله خير. حبيبي والله يسعدك يا رب وشرفت بمعرفتك ونورتنا اليوم. ربي يعزك ويوفقك. خليكم مستمرين ويانا بعدنا داخل المول ويا شبابنا الحلوين وعوائلنا اللطيفه. يلا تعال بعدنا مستمرين وياكم وخلينا نتعرف على القمر قمري. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا بش حبيبتي. نورتينا. الله يخليك. فدوى لوجهك. الله يرضى عليك. حبيبتي. خلي اول شيء نتعرف بيك. ايمان. ايمان احمد. حبيبتي يعطيك العافيه طول العمر يا رب. الله يخليك شربت يوم. شفتك تحكي انجليزي وياي. اي. قولي لي شو مخلصه؟ خامس علمي بس انا احب ال تحبي الانجليزي؟ ادرس دائما. ما شاء الله يعني. الكمبيوتر يعني موهبتي. اي والله حبيبتي. حبيبتي. شنو موهبتك؟ شنو هوايتك قلتي لي؟ احب ارسم، رياضه، الاكسرسايز، السويمنج، يعني ايفريثينج يعني. قلبي الانجليزي والله قلبي. فدوى القلب. فدوى وجهك. حياتي. خل اعرفك على فكره البرنامج. يا. فكره برنامجنا اطش سؤال جاوبيني عليه بخيارات تدخلين ويانا القرعه سحبه على 10 مليون. اوكي تمام. قبل لا اسالك السؤال قلتي لي انه مهمومه.
اي والله مضل عليك اليوم. لا الله يخليك. انا عندي مشاكل، زوجي مستشهد من 2008. اي والله. وحقوقي لحد الان ماكو شيء. اي والله يعني ظروف صعبه تدرين. طبعا اكيد. ايوه انا اسف على الله يخليك. ان شاء الله يا رب يعوضك الله يحفظك واشوفك احسن واسعد الناس. الله يستر عليك. تجمعين تطبخين طيب؟ شو ما ادري حسيت نفسيتش طيبه واكلتش نفسيتش طيب بالاكل. لا طبعا شيء اكيد. شنو تطبخين اطيب شيء طيب؟ كل شيء everything جميع الاكلات. يعني العراقيه لو الغربيه هم لا ازيش يعني. هسه اني دولمه البرياني كباب يعني اي اطبخ عراقي. هاي الاكلات الجديده ما اعرفها عدا الشقر. يعني كل مره عراقي اعتيادي. هسه حتى هذا اليوتيوب انت اي اطبخ عراقي. هاي البيتزا العجين دائما تخرب عندي. حتى اذا واحد ما يعرف يطبع على الجوجل يعرف كل شيء. صحيح هسه يعني ماكو شيء صعب. مواكب عمي اوف كورس بيبي. كل شيء يعني سهل خاصه هسه. فجوه الوجه. عندك اطفال؟ اي يس اوف كورس. عندي ثلاثه. اثنين بنات وولد. تو جرو وان بوي. الله يخليهم يا رب وتشوفيهم وتشوفين احفاد احفاد احفاد. حبيبتي اشكرك. مي تو حبيبتي. سؤالنا اليوم شو يقول؟ يقول من القائل ايا ليت الشباب يعود يوما فيغفر ما عمل به المشيب. سحقت قمت اخلط نص انجليزي نص طباني. خل انطيج خل انطيج. اوكي. امرأة القيس. نزار قباني. نزار قباني. ابو العتاهيه. ابو العتاهيه كيف تفكري؟ احنا نفكر. نزار قباني. ابو العتاهيه. ابو العتاهيه. انت بكيفك انت بكيفك شو تشوفي؟ ابو العتاهيه. ها نثبت له شنو؟ نزار قباني. زين زين زين. بليز هيلب مي اي نيد موني. صار خمس مرات اقول ابو العتاهي اقز عليه. اوكي زين. قبل لا شو اسمه قبل لا اقول لك اي لو لا جواب صح لو خطا. أوكي. اذا فزتي ب 10 مليون شو راح تسوين بيهم؟ والله اول شيء يعني اشتري اغراض لاولادي وامنيتي بيت. ما عندي بيت والله العظيم. 10 ما تجيب بيت. اي قطعه. اي يعني امشي السكن السقف. والله ما عندي والله كلش متاذايه بشكل. ان شاء الله يا رب اشوف احسن بيت باحسن مكان. والله تستاهل. الله يخليك اجمعين. اي والله حبيبتي. هسه ابو العتاهيه. ابو العتاهيه ان شاء الله اذا اراد الله. لا منو؟ لا ابو العتاهيه. ها هي؟ يا الله يا رب. اخاف نزار الفارس. خما غششتك؟ لا بالعكس. لا عادي يعني نورمال. نورمال شنو؟ نعم حبيبي. كيفها هي؟ كيفها؟ سبتيو كيف؟ يا برنج اني يا شهر جاي 1974 مارش 25 يعني حوت مثلي. لا حوت ثلاثة شهر ثالث. حوت حبيبي بدون القلب. حياتي طيب العافية. ها هي جواب صح. وهاي بس عليك الله اذا يعني ربحت ال 10 مليون مو قلت اسوي دولمه طيبه؟ من عيون بس دولمه من كل شكل اجيب لك من كل صنف والله واحد. والله تتزلغ واحنا دايت ومزلغه نفسي وتالي حياتي ان شاء الله. حبيبتي شرفت فيك كلش وتونست والله كلش وياك. فدوى القلب يعطيك العافيه امي. ها شلون وانتم؟ انتم الاصل بيكم خير وتدللوا. والله اعزمكم على مطعم باي شيء يعجبكم من عيون. فدوى الوجه بس ما ادري ان شاء الله يا رب. يمكن اي دريم ناو توداي تومورو. السحبه والله ايش وقت السحبه يا جماعه؟ يعني نهايه كل شهر؟ كل نهايه شهر السحبه تصير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. انا كلش اشكرك. انا انتظر الدور اشكر برنامجكم. اي والله حبيبتي شرفتينا. الله يحفظكم. نورتينا تونسنا وياك. شكرا جزيلا. ان شاء الله شفت احسن الناس. الله يستر عليك. هلا حبيبي حياتي. باي باي. خليكم مستمرين ويانا يعني بعدنا ويا عوائلنا اللطيفه نسواننا الجميلات اللي نسويين. يلا تعال بعدنا مستمرين وياكم ويا عوائلنا الحلوين. وخلونا نتعرف هنا على اخ مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا. سجاد انا سجاد. عاشت الاسامي حضرتك. اكرم. عاشت الاسامي. يوم موالي سجاد. انا 93. ها زين زين زين. ما قال لي في يوم اثنين وخلاني انجلط هنا. لا 99. عاشت الاسامي شنو؟ شميل يا خوان بينا تعبانه.
العمر كله اخوي. تمام خل اشرح لكم عن فكره البرنامج. احنا برنامج مسابقات، اقول لكم سؤال تجاوبوني عليه، تدخلون ويانا قرعه، السحبه تكون نهايه كل شهر على 10 مليون دينار عراقي. تمام؟ شكرا. شكرا. قبل لا نبلش ندخل بالاسئله وهاي التفاصيل، شنو هوايه موهبه؟ هوايه الخطابه. ها؟ ايه. حلو. وموهبه؟ يعني انا ادري العماره شعر اشياء. يعني اكرم يجوز علاقته قويه بالشعر. هوايتك موهبتك؟ هوايتي يعني اكون لاعب كرة قدم يعني زين. ها؟ ايه. تحب كرة القدم؟ ايه. وموهبتي صراحة ما اعرف يعني بالكرة يعني زين يعني بس كرة القدم و يعني لا شعر ولا ادب ولا غنى ولا بيت شعر يعني؟ ايه. ما حفظ خالتي في الشعر ما توقيت شوية تجديد الغزل. عادينا العمارة هي معروفين انتم بيها. شعر شنو نوع يعني تربية. اي شيء. شعر شعبي. اي عادي. يقولون من تجيبك على السلف تسوى السلف كله. بس ترى. هاي؟ هاي. شنو يعني السلف؟ يعني اي تقريبا. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني باوع هو السلف يعني. اذا جاوبتي نطيت 10 ملايين. يعني شلون المنطقة؟ اي هو هذا صحيح. عمي تراني والله ذكية ومتعوب علي كلش. اي كلش متعوب. تمام شنو عندكم اليوم هنا ببغداد؟ اكرم تغيير جو وانا هنا ادوم جامعه بغداد الجادريه وما غير جو نفس الوقت اطلع يعني يلا ان شاء الله كل التوفيق. اقسام داخليه معناها؟ لا لا تروح وتجي. اي اروح واجي بس ساكن شقه يعني خارجيه. ان شاء الله بالتوفيق يا رب وتتخرج وتصير سوالف. توفيق للجميع ان شاء الله. الله يسلمك. وانت جاي ويا؟ لا لا انا عندي عمل هنا خاص. ها هم عندك عمل بالتوفيق يا رب لكم اثنيناتكم. يا جماعه سؤالنا يقول شنو هي العضلات اللي ما تتعب مهما تحرك جسم الانسان؟ يعني اكو بجسم الانسان عضلات ايش قد ما تحركنا ما تتعب. راح اقول لكم خيارات. الاذن، الانف، العين، اللي ايش قد ما تتحرك ما تتعب. يعني دائما العين جد اكثر بها حركة يخشي ما تصور بحركة مستمرة ولا الأذن بها حركة مستمرة. حركة العين دائما بوع بيها من شنو فما تتعب. نرمش هواي عندنا شغلات بيها جهاد يعني يكون عليها ارهاق تتحمل يعني سهر كذا هاي ما يعني تكون اكثر وحدة عضلتها. عمهم العمارة مثقفين والله يعني بس الإجابة يعني آسفة بس مو صحيحة. لا 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 الإجابة صحيح احنا متياقين. والله معروض عليكم. لا هاي الإجابة صحيحة بس قبل لا أقول لكم دخلتوا القرعة وقلتوا من أشياءات أريد بعد بيت شعر ثاني أو أي شيء أو موقف صار وياكم بالطريق من العمارة هنا. أنا سامعك أشياء تخوف تصير بالطريق والله يعني أنا عند خصوصا مع العمارة بغداد. أي طريق يعني هو مو كلش نظيف حوادث كذا. لا اكو يقولون انه طريق العماره اكو فيه اشياء تخوف تطلع. شنو يعني؟ ما ادري طناطه. لا ما ادري سولفوا لي احكوا لي افلام رعب اي شيء يعني كله زراعي وهيك يعني بساتين تتواجد بيه يعني هاي. والله انا مره رحت للعماره فكان زاد يقول انه دائما تطلع اشياء تخوف. حيوانات يعني كلاب بس ماكو حيوانات مفترسه يعني بحيث تخوف او هيك. لا ماكو شارع العام محيط للارياف دائما تلقى هاي فتطلع ملك مرات هاي الحيوان يعني. ان شاء الله درب السلامه لكم اثنينكم يا رب نورتونا. ما نسيت تريد بيت شعر كان والله الا شويه اتذكر يعني انا حافظه وايد بس قاعد انسى. توفيق يا ربي. انا شاكه انا خايفه. انا خايفه ورا هاي الحلقه كلش خايفه بس يعني ان شاء الله السلامه والصحه مو سلمة الشهداء اللي يعني نشوفك بالجنه ان شاء الله. شرفتونا وهاي الكارتات يا جماعه اذا ربحتوا تتقاسموها لو شنو؟ سفرة اثنيناتكم 10 ملايين؟ يلا انا اعطيك سبعة. لا كل واحد خمسة وخمسة يقسم بالعدل يا جماعة هنا التقسيم الصح. اللي سبعة ولك البقية. شرفتونا. شرفنا بيكم ان شاء الله تشوفون فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. اهلا بيكم باي باي. خليكم ويانا مشاهدينا بعدنا مستمرين داخل المول.
يلا. طبعا بعدنا مستمرين وياكم داخل مواضيع عائلة اللطيفة. خلونا نتعرف على البنوتة الحلوة. أنا اسمي نار، عمري 22 سنة. حياتي عاشت الأسامي. طولت العمر يا رب. اسمك؟ للفقار 23 سنة. عاشت الأسامي وطولت العمر. حمدين هاي ما سحقت وما جفظت وكملتها؟ لان انا من النوع اللي يقول لي شرفت ما عرفتش اقول له انا اشرح. لا عادي مو مشكله تصير. يعني تمام. خل اعرفكم فكره البرنامج. برنامجنا لطيف خفيف سهل، اسالكم سؤال مسابقات، تدخلون وياي قرعه، استحبه 10 مليون، استحبه تم كل نهايه شهر. تمام. تمام. قبل لا ندخل بهذا الجو مال الاسئله، شنو موهبتك هوايتك؟ انا هوايتي انه عطور، انه احب كل شيء، احب انه اشتغل بيها. انه يعني تحبين العطور وتحبين تشتغلين بيها؟ عافيه، انه كلش واحسي كلش بيهن، انه ابطل من عطور اشتغل بعطور، ابطل من عطور صار لي شي سنتين ثلاث سنين بيها في سبيل انه صار عندك هوايس وهوس بي. اني هم تزرعين كلش هوس بي، امشي وشمشي حرفيا ايش اترس نفسي عطور في سبيل انه واعرف يعني هذا شحاط هذا شحاط. لا انه نكهه يعني طلعوا لي اياها من جوا القاع، انه اقول لكم انه هاي موجوده عندي في سبيل انه احفظ العطور. زين، ادب، شعر، قراءه، غناء، ابد بس عطور، بس عطور حياتي كلها عطور. اوكي، منار عطور تم. ها هي ده حضرتك. شو عندك موهبه هوايه؟ يعني ما عندي، عندي مثلا هوايه انا احب الاعلام، شويه اميل للكتابه. شنو تحب تكتب؟ اكتب تحقيقات صحفيه مثلا. واو، مقال صحفي ان شاء الله عن قريب. كلش حلو. يلا ها هي، انا التزمين ندعمك ان شاء الله. انا عن نفسي مو بس النساء، للنساء انا ادري عليك من بس يعني احنا ندعم ان شاء الله اخواننا الرجال عادي، ما عندي مشكله. اشكرك ان شاء الله. حبيبي بالتوفيق يا رب. خل اسالكم السؤال، السؤال يقول اين تقع جزر القمر؟ بالمحيط الهندي، لو البحر الاحمر، لو المحيط الهادي. هندي لو هادي لو احمر، جزر القمر لو هندي. المحيط الهندي. وانت شو تقول؟ هندي. عود ليش يعني؟ هي معلومة غير سؤال وجواب؟ شو أدريك بهاي المعلومة؟ لا شلون؟ ايش عرفك انت؟ بعد شافت خماني مو اني. لا ابد. انا يعني كلش هيك شخصيتي صارمة يعني واضح مو؟ خمان بين برج الحوت. انت يا برج؟ انا قوس. وانت؟ دلو. ها اوكي، انا ايش تراها؟ أنا والدلو مو كلش. بس معلش معلش عادي عادي تحسن. مدام تحبين الأبراج؟ أنا مو كلش يعني وياني. أنت تحبهم؟ إي أكيد. يعني أنا أبغى أخش بالصفر. إي هاياني. شايفين دق إي هاياني. أنت تحس نفسك لاقي كنز. صحيح. تمام يا جماعة، أعتذر منكم الإجابة غلط. ما راح تدخلوني أنا القرعة. كنت روحك رياضية جواب صح. خجلتني مخلاقك يا أخي، والله أبي خجلني مخلاقك. جواب صح. وراح أعطيكم كارتات إذا فزتوا إن شاء الله. هاي يعني مبدئيا كده تعطوني عطور مجانا، هاي منتهين منها. الله يسلمك حبيبي كلك ذوق. بدول وجهك. العشرة مليون حتتقاسموها؟ ان شاء الله. تتقاسم منين اياها في قطر؟ ها؟ 2.5 قسمة حق يا جماعة. هو توش الرجال. وانتو بيتو. بس من يقول جزية تاخذين العشرة مليون انت فيها؟ مهزر والله. حتى البوت تعزله. تشرفنا بيكم كلش، استمتعنا وياكم. ان شاء الله اشوفكم المباريات الجاية. واشوفكم احسن الناس، واشوف تيجي فتحت لك براند عطور خاص بي، واشوفك اكبر اعلامي والله جد من اعماقي، من برج الحوت الحقيقي. اشكرك. شكرا، باي باي. بعدنا مستمرين وياكم، خلينا نتعرف على الشباب هنا. منتظر مهدي، طالب صيدله. اهلا وسهلا بيك، شرفنا بيك بي مثابر. الله يسلمك. نعم طموح. شي اكيد. يا مرحله انت؟ انا مرحله ثالثه، رحت الثالثه. يعني يا مواليد؟ انا مواليد 2002، انا ادرس بجامعه القاهره بمصر. كلش حلو. الله يسلمك. التوفيق يا رب ان شاء الله. بالجميع يا رب. من احسن الناس. شكرا لك. الله يسلمك. الله. شنو هوايتك؟ شو موهبتك؟ موهبتي هوايتي انه اطمح للنجاح. هذه هي هوايتي، النجاح، دائما النجاح مخليه ببالي. ان شاء الله يا رب اشوفك انجح هناك. الله يسلمك. موهبتك؟ موهبتي انه افتح مشاريع تجاريه خاصه بي، هي هاي الموهبه اللي عندي.
انه اني دائما منمع عقلي وافكاري انه على مشاريع تجاريه، فدائما انه انا قاعد اطمح المشاريع التجاريه حتى شنو؟ حتى استغلها. يعني نقدر نشوفك بزنس مان كبير؟ شي اكيد مليون بالمية ان شاء الله. يا الله يسلمك. الله يخليك. خليني اشرح لك على فكره برنامجنا. يلا جاهز؟ اسئله جاوبنا عليها مسابقات، تدخل يا يعني قرعه، الربح يكون 10 مليون دينار عراقي، السحب يكون شهري. يلا اوكي. تمام. لك سؤال اللي هو ما هو اسم صغير الارنب؟ الخرنق، المهر، الدرس. المهر. عيدي عيدي عيدي. ها دكتور. عيدي عيدي. لا الدكاترة يزعلون، ها صيدلينة. ايش ادوس انت؟ بيناتكم حروب وانتم طاحنه. لا بالعكس. الله يوفقكم. الله يسلمك. يا رب. نحن بدونكم اكيد يعني. خوش شيء كمل شيء. فعلا 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 صح. هسه شنو اسم صغير الارنب؟ ممكن تعيدي الخيارات؟ الخرنق؟ لو المهر لو الدرس. علينا بعد مرة ثانية إذا ما صير زحمة عليك. الخرنق. لو المهر لو الدرس. الخرنق. الخرنق. مثبت لو شنو؟ مثبت وأكيد مليار بالمية. ليش؟ يعني عندك ثقة بي ولا هاي ثقة بجوابك؟ لا ثقة بنفسي. ثقة بنفسك؟ ها يعني مو أنا الغشة. دي الله مو هو. لا هو. صحيح هو. تعرفين ليش هو؟ لأن من خلال نبرة صوتك عرفت الجواب. لا مو أنا كنت أجز لك عليها. لا 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 لا. يلا أوكي هو فتحة ونبي ولقفة، مو أنا ثلاث مرات أعيد لي. لا لا ما حكيت ثلاث مرات، مرة واحدة والله. والقرآن رجع. من خلال عيونك ومن خلال نبرة صوتك عرفت الجواب. أنا حبيت أسألك. بالتوفيق، أنت يعني لا وتعاند أنت برج. أنا برج الميزان. هو هاي العناية أحس. لا 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 لا، برج الميزان شوي عتم. عندهم ثقة بنفسهم زيادة. اي حسيت واضح. اي فعلا شيء اكيد، واحد اذا ما يكون عنده ثقة بنفسه ان شاء الله راح يكون ناجح. طبعا. واذا يهتم لاراء الناس ولاراء الاخرين ما راح يكون ناجح بحياته. اكيد. فشيء اكيد واحد لازم يكون عنده ثقة بنفسه. اكيد. شرفت بيك. الله يسلمك. شرفت بيك. شرفت بيك. ان شاء الله اشوفك. ان شاء الله يا رب كل التوفيق لكم. والك يا رب. الله يسلمك. ان شاء الله. اذا ربحت 10 مليون ايش تسوي بها؟ اذا ربحت فيها. تفتح مشروع خاص؟ اذا ربحت 10 مليون. ايه. اول شيء. راح افتح مشروعي الخاص اللي انا مخليه ببالي. كنت حاسه. كنت حاسه والله. زين. بس مشروع خاص ناجح وما مطروق، يعني ما موجود بالعراق اصلا، يعني فكرته تختلف. الشخص اللي عنده فكره جديده ممكن هالفكره لا تنجح. ممكن اكيد. مليار بالمية، بس لازم يكون هو عنده ثقة بنفسه حتى ينجح. بالضبط، انت باكج متكامل. الثقة وهاي السؤال التنمية كلها يمك. شي اكيد. شرفي. يا اهلا وسهلا، شرفت فيك، شرفت معك. يا جماعة خلينا مستمرين. يلا. وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون كانت حلقة خفيفة ولطيفة وظريفة عليكم، وانتظرونا الأسبوع الجاي ويا برنامج الملايين، أربح مع زاكروس.